إذا كان شخص بحريني وصار إن الله وفقه وحصل وظيفة خارج مملكة البحرين فيسقط طلبه. إحنا طبعا من ضمن الشروط اللي عندنا في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إنه لازم تكون أفراد العائلة كلهم يكونوا مقيمين في البحرين على أساس إنهم يستحقون الخدمة السكنية هذه. ففي كثير من العوائل بالفعل كانت ساكنة خارج البحرين حق فترة طويلة ورجعت، فكل إحنا كنا نطلب من عندهم بعض الوثائق اللي تبين تثبت إنهم رجعهم لمملكة البحرين، وطبعا يتم إحياء طلبهم مرة ثانية. وطبعا في كثير من الحالات بعد عندنا لجنة التظلمات اللي ممكن المواطن يقدم من خلالها على أساس نحن ندرس حالته ويتم البت فيها من خلال هذه اللجان. فيعني احنا دائما طبعا بحسب الانظمه والقوانين عندنا لازم تكون العائله مقيمه في البحرين اقامه دائمه على اساس انها تحصل على وزير العائله بس، والله اللي اذا هو يعمل خارج البلد بروحه، اذا هو يعمل خارج البلد بروحه طبعا في فترات زمنيه طبعا احنا نشوف ايش كثر يطلع ويدخل مملكه البحرين. وطبعا في كثير حالات اذا عائلته موجوده في البحرين ما يسقط طلبه يعني، بس بقيت اخذ الراي القانوني مستشاره. ما يسقط طلبه اذا عائلته ساكنه في البحرين. نعم. فسامحه قطعناش، بس كان هو المهم السؤال يعني. الله يسلمك، لو اكيد احنا مستعدين حق توضيح اضافي.